لازم نسمح الموضة. ما تسمع ما يقال الموضة؟ واه شنو ما يقال الموضة؟ ما يقال الموضة؟ لازم تسمع الموضة كيما ماك صالح. الحمد لله الموضة غنغير مغرب تحت كتاتو الزغومي زعما تحت شوهانا. المثال شنو في سيرايا؟ قميجة 1966 الزغومي غير 2016 خصها تسنى وتقل المضايع تف بنادم خمين توي جهة دي سوريا خمين تسقسي أمين وانت تستين شنو روح الحالة يعني؟ وانت تستين واني تاع ستين؟ صافي سامحة يا ماما شحال تصغير؟ مليون مليون؟ ولكن الموضة باش الو كيدي يوم صاحبي قمت راجع فيديو اني مرمي غتقال لا لا قمت صوالف قمت صوالف صافي قمت صوالف انا تبغى منين يوم ولكن مش حاسك كومي توي وذا وذيت نبويا امنوس باش نجمعنا على الروضي وصوفا مش دعني غني وهانيت مش دعني غني وهانيت يا صافي طريق السلامة شكرا باش نروحو باش نغني شاك شي بسيقوا لا ورش بسيقوا لا حتش بسيقوا يا ولا مش بسيقوا يا ورش بسيقوا ولا مش بسيقوا يا روحتش مش بسيقوا يا صافي بسيقوش صافي يا زين ولكن كعرف نظن قران أتفهم شو سوى الخصتي نغني تين كوم مش نغني السار وراي الصباح مش هزي تصغير مية تعرف مية تعرف تبان شنو شن ستيل راقش ستيل صار لك انا مستوري صار لك مستوري اس قاعد تساوى افض حضر اس قاعد تساوى سنشرح لكم ان تشريقة السار والي وتشريقة الثمايوتي تؤدي الى الفساد نعم انها اللغة العربية سامحني ما نقيف على الصوي غريشة ميتني زيد ولكن شوفي ما يجنحش تبدا تساور ثمانية تفقطو تص تمزسيش تمام والله ما يحرمو تتمشى تتمشى ابونات تفرج تجم فيديوهك حرام سلامات.